لا يخفى على أحد مدى الضعف والهوان الذي أنست به الأمة الإسلامية، وآخره ما فعله الصهاينة المحتلون من إغلاق أبواب المسجد الأقصى ومحاولة تدنيسه ثم فتحه بعد ذلك ووضع أبواب إلكترونية لتفتيش الداخل والخارج إلى المسجد الأقصى، وهذا فيه تكريس للهيمنة وتكريس للاستحلال وانتهاك للحرمات، فهو انتهاك لحرمة المسجد الأقصى أولاً، وانتهاك لحرمة الداخلين والخارجين بتفتيشهم، ولربما أقيمت غرفة ملاصقة لهذا التفتيش يقومون فيه بتعرية الداخل والخارج فيه إذا أرادوا تفتيشه، وقد سبق لهم ذلك في أماكن مقدسة، وذلك بوضع هذه الأبواب الإلكترونية ومن بعدها انتهاك الحرمات. إننا إذ نتكلم عن فلسطين وعن الأقصى بالتحديد لا يعني هذا أن نهمل باقي جراح المسلمين في فلسطين، في العراق، وفي سوريا، وفي بورما، وفي مصر، وفي كل بقاع المسلمين. فالمسلمون دماؤهم واحدة، فلسطينية كانت أو مصرية أو عراقية أو سورية، فدماء المسلمين بذمة واحدة. ولكننا إذ نخصص الكلام عن الأقصى لما له من قدسية، لما له من مكانة، فهو أولى القبلتين، صلى المسلمون وهم متجهون إليه 16 شهراً أو 13 على اختلاف الروايات أشهر، والمسلمون يتوجهون إلى هذا البيت العظيم، إلى بيت المقدس. إننا إذ نتكلم عنه نتكلم عن مصر النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى يقول: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هذا البيت الذي فيه المحشر وفيه يجتمع جند المسلمين في آخر الزمان، ومنه يكون قتال اليهود، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة. والحديث والكلام عن الأقصى معلوم لديكم، ولكن هو من باب التذكير: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون يهود، حتى ينطق الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر يهود. إن على يقين بوصول هذه اللحظة، وإن رأينا من أبناء المسلمين من خذلنا، وإن رأينا من أبناء المسلمين من تخلى عنا، وإن رأينا من أبناء المسلمين من خالفنا، إلا أننا على يقين بهذه اللحظة الملحمية التي سينتصر فيها المسلمون، وستخرج صيحات التكبير في الأقصى مدوية في جند عرمرم، جند أيده الله سبحانه وتعالى، فتكون العزة ويكون النصر وتكون الرفعة لجند الله في تلك اللحظة التي أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون الخاسئون هم اليهود. إخواني في الله، إننا على يقين أن الله حافظ بيته، وأن الله سبحانه وتعالى ناصر عباده، ولكن السؤال
كيف نحن ننتصر الأخ ننصر الأقصى؟ السؤال: ماذا نفعل ليستعملنا الله ولا يستبدلنا؟ قال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. السؤال: كيف ننصر الأقصى؟ يكون ذلك بخطوات: أولا بإعادة التوحيد، أن يعود التوحيد إلى قلوبنا. شعب لا يعرف عقيدته لا ينتصر، شعب اتخذ إلهه هواه لا ينتصر. الله سبحانه وتعالى يقول: أفرأيت، الله سبحانه وتعالى يقول: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فجعل الهوى هو الإله. شعب يعبد المال، مش معنى يعبد المال يعني يسجد للمال، لا، يحب المال ويتعلق بالمال أكثر من تعلقه بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة الثياب، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس. شعب دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالتعاسة والانتكاسة لحبه الدنيا لن يحرر بيت المقدس، فلن يعود لنا بيت المقدس إلا إذا عدنا للتوحيد. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وبهذا نعلم، وهذا ما فعله صلاح الدين الأيوبي لما جهز الجيش لتحرير الأقصى، ماذا فعل؟ ألزم الجنود بدراسة كتب العقيدة. أي جندي لا يشارك بالمعركة إلا إذا قام بدورة في البداية، دورة عسكرية ودورة عقدية، تعود إليه العقيدة، يقاتل يدافع عن التوحيد، يعلم أنه يدافع عن لا إله إلا الله، فيكون استمداد قوته من كلمة لا إله إلا الله. فالله يعينه، والله يؤيده، والله ينصره، فيقاتل لله وبالله ومن أجل الله، فيكون النصر. أما من يقاتل لأجل الدنيا، ومن يقاتل لأجل رئيس، ومن يقاتل لأجل امرأة، ومن يقاتل من أجل حطام فان، ومن يقاتل لأجل العروبة، فسيبوء بالخسران. فما نحن إلا قوم أعزنا الله بهذا الدين، ومتى ابتغينا العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. فأولا التوحيد، العقيدة، وهي التي أرسل الله إليها الرسل، وبهذا ثبت الصحابة أولا. ثانيا باجتماع الكلمة. من أشد ما يسلط الأعداء علينا الآن تفرقنا. الله سبحانه وتعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. شوف الاجتماع، الصحابة رضوان الله عنهم لما تفرقوا في غزوة أحد كانت الهزيمة، معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفرق، اختلفت الكلمة، حصلت الهزيمة. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. طب يا رب العالمين نتكلم هذا الموضوع بعدة مواضع، وأرشدنا أن نعتصم بحبل الله، وقال سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. نزاع الآن، ما بتلاقي اثنين من أصحاب الزعامة أو الرئاسة أو المجموعات على قلب واحد، بل إذا اجتمع عشر الآن لينصبوا فيهم رأسا خرجوا بأحد عشر قول، هن عشرة واحد يطلق قولين. الاجتماع والاتحاد، توحيد الكلمة، ولا توحيد للكلمة إلا على كلمة التوحيد. ما تفكر إنه في شيء حيجمع المسلمين غير التوحيد، غير الدين.
أن نجتمع ونظن أن قضية معينة تجمعنا فيجمعنا قتال اليهود، ولو كان الذي يقاتل معنا من غير أهل السنة والجماعة، ولو كان الذي يقاتل معنا من اليهود والنصارى، ولو كان الذي يقاتل، لن ننتصر. انتصارنا بعزتنا بديننا. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل أراد أن يقاتل معه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أستعين بمشرك. خلاص رده انتصار، هو بده يساعده، لا أستعين بمشرك. فالنصر بالتوحيد بكلمة التوحيد، نتجمع على كلمة التوحيد. ثالثا الله سبحانه وتعالى يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، الإعداد بالقوة. وإننا إذ نتكلم على القوة فإننا لا نتكلم على رؤساء الدول، فهؤلاء لا نعول عليهم، وإنما نتكلم عن الشعوب. أعلم أن الشعوب الآن ضعيفة، وأعلم أن الشعوب الآن لا تمتلك من أمرها شيئا، ولكن علينا الإعداد، الإعداد، ولا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. والله سبحانه وتعالى يقول وتلك الأيام نداولها بين الناس. أعد نفسك بالقوة لقتال اليهود، وأعد نفسك أنه سيأتي اليوم الذي تتقاتل معهم فيه، وإن لم نغزوهم فسيغزونا. مخططهم بالشرق الأوسط الجديد أن يكون الشرق الأوسط بأكمله، ولن يتوقف الأمر عند الأقصى. الشرق الأوسط بأكمله بيد يهود، بيد الغاصبين، بيد الصهاينة، وسيغزونا لأننا لا نغزوهم. والهجوم أقوى وسيلة للدفاع. أعد نفسك، أعد مجتمعك، أعد إخوانك للقتال بتجهيز النفس. والقتال لا يقتصر فقط على حمل السلاح، بل أنواع القتال كثيرة. لأن القتال الإلكتروني تستطيع اختراق دول، وحصلت فتنة عظيمة بين دول الخليج باختراق إلكتروني، فتنة عظيمة جدا. بإيش؟ بالأمور الإلكترونية، بالأمور الهندسية، بصنع السلاح. ولن يكون عزنا من رأسنا حتى يكون سلاحنا بيدنا، نحن نصنع السلاح. يعني تخيل إنسان يريد أن ينتصر على عدوه فيشتري منه السلاح حتى يقاتله فيه، لن يكون لنا العز في ذلك. بل نحن بحاجة بأبناء الأمة الإسلامية من يستطيع أن يصنع الصواريخ، بل من يستطيع أن يصنع الطائرات، بل من يستطيع أن يصنع نوويا، بل ما هو أعظم من النووي. عندك قوة ترعب الأرض، تكون عندك قوة يرتجف أعداؤك. ما عندك قوة ولا دين ولا توحيد ولا عقيدة، فما الذي يجعل عدوك يهابك؟ تقول إحدى زعيمات اليهود لما احتللنا المسجد الأقصى وأحرقنا بعض أجزائه، لم أنم هذا اليوم، وهي رئيسة الوزراء في ذلك الوقت، لم أنم هذا اليوم وأنا خائفة من ردة فعل المسلمين. فلما أصبحوا وفعلوا بعض المظاهرات أيقنت أننا مهما فعلنا لن تكون لهم ردة فعل. ليش؟ ضعف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولينزعن الله من قلوب أعدائكم المهابة منكم. لما ذكر حديث مليار ونص، طيب نحن الآن، قال يوشك أن تتداعى عليكم الأمم تجتمع كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن قلة نحن يومئذ ليك مكترين علينا؟ قال بل أنتم يومئذ كثير كثير كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، زي موجة البحر من فوق هذا البياض لا قيمة لها. ولينزعن الله من قلوب أعدائكم المهابة منكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فأعدوا، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة عسكرية، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة تكنولوجية، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة سياسية. الآن الوضع يختلف عن السابق، هناك أمم متحدة، وينبغي أن تكون عندك موازين قوة في هذه الأمم حتى لا تتكالب عليك هذه الأمم، فتحتاج إلى قوة سياسية تعرف فيها كيف تتصالح مع البعض وتدفع شر البعض لتركز على عدوك الأعظم.
قوات ينبغي أن تكون عندنا حتى نحرر بيت المقدس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين استغفر الله.